طب انا عندي معلومه انه الاهلي بيفكر في ايجولا، بيفكر في زيكو. ولاعيبه كويس، لعيبه السنه دي، 40 لعيب السنه دي ولا السنه دي؟ لا الاهلي ماشي الناس كلها. لو قعدنا دلوقتي اقول لك اللي مش عايزين لا لو قلت لك اللي مشوا من الاهلي هتلاقي كتير على فكره، بس الناس مش واخده بالها. لا لايقين على الاهلي، يعني بتكلم فني ايجولا يمشي بشوفهم لعيبه كويسه. يمكن زيكو عشان لعيب مصري دي بتفرق برضو. لا انا مقتنع في حته الاجنبي من خلال الدوري اللي هو ما بؤمنش بيها قوي، ان انت تجيب لعيب اجنبي من جوه الدوري مش هيدي لك الافضليه الكبيره جدا يعني. لكن الاداء اللي قدمه صديق جولا ما ياهلوش لها في عمل عمل موسم كبير بالنسبه له. انما هي النقطه انا بشوف الاجنبي اللي لازم تجيبه لازم يبقى احسن من اللي مروا عليكم. زيكو ممكن اقعد غياب احمد عبد القادر السنه دي؟ زيكو من لعيبه كويسه جدا يعني. هي النقطة بس في علامة استفهام مع أحمد عبد القادر عشان عايز أفهم طب إيه، إيه لا هي إيه القايمة اللي هتبقى في دماغ كولر السنة الجاية؟ يعني عشان كده بقول لك زيكو من الأسماء المرشحة تيجي كبديل لأحمد عبد القادر. ما هي النقطة برضو أنت فريق واخد بطولة أفريقيا، واخد بطولة الدوري، واخد معظم البطولات اللي شاركت فيها، بطولات العالم. فإن أنا أغير جلد الفرقة أنت ممكن دي في حالة لو عندي عدد لعيبة كبير كتير يعني فوق ال 30 34 33، فانا عايز خلاص حسيت ان الفرقه دي السنه الجايه ممكن هتقل، فانا بشيل 2 3 من الكبار. انما حتى اللي بيمشي هو صغير. ما هو زيزو مشي فانا اعوضه بايه؟ عبد القادر مشي يعني عبد المنعم يمشي عشان هو قبل يخلص، وهو الطبيعي جدا دلوقتي عبد المنعم في مرحله ان هو لازم هيمشي. فانت مستواه بيقول كده مستوى، وانت كنادي بتستفيد منه. لا ظروفه كمان اللي هو سنه خلاص هيبقى فري. لا يعني وانت كنادي برضه 4 مليون دولار بتستفيد منه قوي. إيه؟ انت كنادي تستفيد منه وهو بيحترف ومش هتاخد منه حاجه لو قعد السنه الجايه. انما وضع عبد القادر مختلف يعني. وضع عبد القادر مشاكل السيد زي كهربا كده، وهو كان عايز يمشي فني حتى لو عايز يمشي. ده بيقال ان هو كمان اللي جاي بالعرض. الاماكن طب انت اصلا كان الافضليه بتاعتك واللي كان الفارق معاك عدد الاجنحه اللي موجودين عندك وان يغيب حد فالتاني بيلعب بنفس المستوى. بيرستاو وعبد القادر، بيرستاو بنسبه كبيره ممكن يمشي. طيب انت بتتكلم دلوقتي يبقى انت هتلعب بحسين وطاهر طول السنه؟ حسين وطاهر ومعمر كمال بيلعب في الحته دي. لا انا بتكلم على الناس يعني حسين وطاهر ورضا سليم. ورضا سليم لحد قبل اخر ثلاث ماتشات انت ما كنتش وعايز يجيب زيكو ماشي معاك. وفي كلام بيتقال انه هيجيب وينج اجنبي افريقي. هو لازم هيجيب، انت لازم تجيب وينجين مش وينج واحد. ما هو زيكو الكلام على زيكو اللي انا بقول لك في كلام بيتردد بقوه انهم بيفاوضوا زيكو. لعيب كويس، لعيب كويس، بس هي النقطه برضه هياخد وقت. يعني عبد القادر عدى المرحله دي. انا عبد القادر اول ما رجع من سموحه هو مش عبد القادر دلوقتي. طب انا هطلع الفاصل لكن هقول لك ان الاهلي ماشي لعيبه كتير، عشان كده بتقلك انه بيجيب لعيبه كتير ليه. الاهلي خد بالك ماشي عبد المنعم خلاص مشي، شبه مشي يعني. احمد عبد القادر مشي، اليو ديانج مشي، علي معلول اصابه، كريم فؤاد صليبي. كريم فؤاد ده لسه صليبي يعني خلاص هو بره السنه الجايه. ما بيحسبوش برضه. وعلي معلول مش هتلاقيه برضه قدامك لغايه شويه يعني. فانت عندك خمس ست لعيبه من القوام الرئيسي. فهو انت بيجيب عطيه الله، بيجيب محمد علي بن رمضان، عايز زيكو، شوف انت بتقول عايز يجيب فيرود، عايز يجيب وينج، يعني خمس ست لعيبه برضه. كاس عالم وبطوله افريقيا عنده مدعكه يعني. هي دي الفكره. طبعا ده بلان محطوط كويس وماشيين عليه. بيمشي حد عايز يجيب الافضل. بس انت بتقول الاهلي هيجيب قايمه 40 لعيب. طب الاهلي عنده لعيبه كتير قوي شبانه، اي حد من بره حتى بيدخل يلعب عادي تحس بالفرق. عبد القادر ده كان بينزل بيقلب بالماتش في 3 دقايق و4 دقايق. بيمشيه اهو، ماشيه ليه؟ مش فني، ماشيه عشان عبد القادر عنده بالتصادم كتير مع الراجل. كهربا برضه نفس القصه، مش فني يعني. عبد القادر يلعب اساسي في نادي الزمالك، كهربا يلعب اساسي في نادي الزمالك، انت بتمشيهم اهو ليه؟ مش سبب فني، لا مش ملتزم بقى، ما بينفذش تعليمات بره المستطيل الاخضر، بيخش في صدام مع المدرب، مش عايز وجع دماغ، عايز كل حاجه تبقى مظبوطه قدامه. دي برضه من حتى ما بيبصش للناشئين. من مساوئ فكره ان يبقى عندك 20 نجم مثلا ولا 18، عدد كبير من النجوم كبار. بس ده طبيعي في نادي كبير بينافس على بطولات كتيره جدا. ده انت لازم يبقى عندك كده، انت لو ما عندكش كده مش هتقدر تكمل اصلا في عدد البطولات دي. هو كده كده بيعمل روتيشن يعني، كله بيلعب. نطلع فاصل نطلع فاصل نطلع فاصل سريع ونرجع نتواصل مع حضراتكم.